حالي نتحول أيضا هذه المرة إلى القاهرة وتحديدا إلى ضاحية التجمع الخامس، إذ تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 والتي ستستمر حتى 4 فبراير المقبل. من هناك درية عاطف ستنقل لنا صورة جديدة ليوم جديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والزائرون كثر يا درية على ما يبدو. بالفعل زميلي أحمد، هناك إقبال كبير في اليوم الخامس للمعرض للزائرين كما يظهر في الشاشة من خلفي، وكما لاحظت هناك إقبال كبير من المواطنين منذ فتح أبواب المعرض في الساعة 10 صباحا وحتى هذه اللحظة يزداد إقبال المواطنين والزائرين على المعرض. هذا المعرض المقام هنا بمركز مصر المعارض الدولية، والذي أتاح فرصة كبيرة لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 لمساحات كبيرة ولمشاركة أكبر من لدور النشر. هناك أكثر من 900 دار نشر مشاركة هذا العام. أيضا هناك تنظيم كبير في المعرض، سواء لدخول المواطنين إلى المعرض وأجنحة المعرض، أو سواء هنا المتطوعين. وأيضا لا نغفل الغرفة التي خصصتها وزارة الثقافة لمتابعة المعرض، وذلك بسبب الإقبال الكبير الذي يشهده المعرض منذ العام الماضي وإقامته هنا، وأيضا هذا العام والذي منذ اليوم الأول وحتى اليوم الخامس اليوم نشهد إقبال كبير من المواطنين. أيضا في صباح اليوم لاحظنا تواجد الأوتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين من أشهر الميادين بالقاهرة إلى هنا. هناك 7 ميادين مخصصة لنقل المواطنين من هذه الميادين إلى هنا إلى المعرض، منهم ميدان عبد المنعم رياض وميدان العباسية وغيرهم من الميادين. هناك أوتوبيسات ثابتة حتى الساعة 7 مساء حتى غلق المعرض يتم نقل المواطنين إلى المعرض. أحمد، كانت هذه كل التفاصيل لدي، وعودة لك مرة أخرى. نعم درية عاطف مراسلة على الهواء مباشرة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد في دورته 51. أشكر كذلك أحمد عبد الرازق من قرية خليفة يونس بمحافظة الفيوم، كان معنا أيضا على الهواء مباشرة. ولا يفوتني كذلك أن أشكر شيرين مجدي التي قدمت لنا هذه الصورة الوافية عن أبرز ما جاء في فعاليات مؤتمر الأزهر الشريف لتجديد الفكر الإسلامي. زملائي الأعزاء، شكرا جزيلا لكم جميعا.